من الصعوبة جدا أن ترجع لمستواك الذي كنت عليه. طبيعي كنا نعلم تمام أيضا الإصابات التي لحقت بهلال الأبيض من خلال مشاركة 7 من لاعبيه مع المنتخب السوداني، وأصيب 3 لاعبين هم ركائز أساسية وقوية، فقدان شيخ موكارو من الفريق. هناك عوامل كثيرة أخ ماجد، يعني تكاملت أن يظهر هذا الفريق بهذه الكيفية، ولكن احنا نحيي شجاعة مدرب الفريق ابراهوما للصيغة الكبيرة في نفسه والصيغة التي ذرعها في لاعبيه ومن خلالها قدموا مستوى من خلال الشوط الأول.